ورسيت مهاب شكري تجد حارس المرمى جواد رزق او احمد التربي رسيت التربي كرة لمصلحة يحيى زليطني اللاعب اللي داخل بديل في الشوط الثاني زليطني في مراوغة اولى يحيى يلعب كرة عرضية هدف هدف ثاني وهناك حالة تسلل هناك حالة لقطة الاعادة يحيى زليطني ورسية الواتي كرة تعود بركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق الاهلي كرة تعود بركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق الاهلي نشنوش على التنفيذ الحكم السعودي مجد الشمراني هل يعود الى غرفة الفار في انتظار قرار الحكم غرفة الفار يتوجه الحكم السعودي عبد الله الشهري والحكم الليبي مونجي ابو شكاوى